بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد بقدم لكم فيه بعض من الوصفات اللي قدمتها لكم على القناة. أتمنى تعجبكم وتنول رضاكم. طبعا بالتأكيد مش محتاجة إن أنا أقول لكم ولا أكد لكم إني متابعيني مشاهديني بقوا جزء كبير جدا وهام في حياتي. بتمنى ان انا اعمل لكم كل حاجة حلوة وبمقادير مظبوطة، وان شاء الله هنعمل حاجات تانية كتير، وقناتي مش هتبقى مقتصرة على الوصفات الاكل بس، لا ان شاء الله هنعمل حاجات تانية كتير وهنقدم معلومات تانية كتير، بس مش بس في المطبخ، في كل اللي يهم السيدة في بيتها، زي الخياطة، وصفات للجمال، وصفات في البيت. بحاول ان انا اعمل وصفات ناجحة تفيدكم، وبقدم لكم كل المعلومات والخبرات، وشارككم خبرة اكتر من 30 سنة في مطبخي، مطبخ منزلي المتواضع. أتمنى أن أنتم تستفيدوا جدا من كل اللي أنا بقدمه، وأن محتوى القناة ينول رضاكم، وإن شاء الله هنقدم حاجات تانية كتير، مش بس وصفات في المطبخ، هنقدم كل اللي يهم الأسرة في كل المجالات إن شاء الله. وبتمنى أني أتذوق طعم النجاح في ربيع عمري الثاني بفضل الله معاكم وبيكم إن شاء الله، ويسعدني أني أكون سبب في إدخال البهجة والتفاؤل وإلهامكم ببعض المعلومات من خلال فيديوهاتي. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع بعض وصفاتي، و ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وإن شاء الله ننجح مع بعض، وزي ما حققنا الشرط الأول نحقق الشرط التاني. ومع السلامة، وقابلكم إن شاء الله في فيديو جديد. باي باي.